السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس عبد الرحمن فرغلي. إن شاء الله هنكمل في الفيديو ده من حيث ما انتهينا في الفيديو اللي فات، واحنا بنتكلم على الـ RC circuit أو الـ first order circuit. وشفنا في الفيديو اللي فات ازاي نغير في الـ input voltage ونشوف الـ response أو الـ charging و discharging بتاع المكثف. خلاص، في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الـ RLC circuit. خلاص، في اوبشن متاح بالنسبه لنا ان الار ذات نفسها ممكن نبدا نخش عليها ونختار ار ال بالشكل ده، او ان احنا نخلي كل حاجه لوحدها، الار لوحده واروح جايب كومبوننت تاني اخليه ال لوحده. ده متاح بالنسبه لك وده متاح بالنسبه لك. فاحنا هنبدا نحط الار ال سي سيركت بالشكل اللي قدامنا، هنبدا نقيس برضو الخارج اللي على المكثف ونقارنه بالانبوت فولتج اللي بيتغير. خلاص، زي ما احنا حاطين قيمة الار 1 كيلو، وقيمة ال 1 ملي، وقيمة السي 1 مايكرو، وقيمة السيجنال جنريتور 100 فولت، والتردد 50 هرتز. خلاص، يبقى احنا عندنا 100 فولت 50 هرتز، والمقاومة 1 كيلو، والال 1 ملي، والمكثف 1 مايكرو، وهنخلو التايم بتاع السيميليشن 1 من 10 عشان اشوف 5 ويفز. طيب انا عاوز اتفرج على ايه في الفيديو ده؟ انا عاوز اشوف الترانزينت واشوف الريسبونس بتاع الدايرة في حالة الكريتيكال دامبت والاندر دامبت والاوفر دامبت. طب مين اللي هيخلينا اتحرك من الريجن للتانية؟ هي الكريتيكال. لو انا جبت الكريتيكال مظبوط، ساعتها انا قادر اشوف الاوفر دامبد واشوف الاندر دامبد بكل بساطه. طب انا هجيب الكريتيكال دامبد ازاي؟ عن طريق الريزيستنس. الار كريتيكال بتساوي 2 ال على جذر ال سي، وبناء على القيم اللي احنا اخترناها ان ال 1 ملي والسي 1 مايكرو، فهتلاقي ان ساعتها قيمه الار كريتيكال 63 اوم. يبقى انا لو جيت هنا حطيت المقاومه 63 اوم، المفروض ان انا ابدا اشوف الكريتيكال دامبت. خلاص، فانا دلوقتي هبدا اعمل رن وابدا اشوف الشكل. فعلا الموضوع باين ان هو كريتيكال دامبت زي ما انت شايف كده. لو كبرت عشان نشوف الشكل اوضح، اهو انت فعلا بتبدا تطلع لحد ما توصل للستيدي ستيت اللي هو الكونستانت فولتج اللي فضل ثابت عندي. فابدا اطلع اهو، وفي الحاله دي انا شغال كريتيكال دامبت. طيب لو عاوز اشوف الاندر دامبت، يبقى انت هتيجي لقيمه الريزيستنس. تقريبا هي ما قلتش، ما قلتش قيمه الريزيستنس. تعال نعمل ران. ايوه كده، انا بقول في حاجه غريبه برضو، واخد بالك هنا عامل ازاي؟ طب واحدة قول لي الحالة اللي فاتت كانت ايه يا باشمهندس؟ الحالة اللي فاتت دي كده اوفر دامبت، الحالة اللي فاتت اوفر دامبت. لما جيت حطيت الريزيستنس 63، احنا القيمة ما اتغيرتش. انا كنت شايف الكيرف كده فكنت بحسبه هو كريتيكال دامبت، لكنه اوضح لما يكون عندي التغير بالشكل ده. لا، هيكون واضح جدا زي ما انت شايف كده، ايه كده كريتيكال دامبت. انا طالع على طول مع الشكل، وصلت طلعت ووصلت. طيب يبقى احنا هنا في حاله الـ R 63، وهعمل ران. دي الكريتيكال بوينت، وخلينا نكتب القانون عشان في ناس بتبقى عاوزه تعرف R كريتيكال ايكوال 2L على، نفتح سكورت ده بلغه الماتلاب اللي هو جذر ال سي، واقفل الاقواس. يبقى انا هجيب الار كريتيكال بالشكل ده 2 ال على جذر ال سي، هجيب الار كريتيكال واحطها هنا بناء على قيمه ال ال والسي. وبعد ما احطها هنا، دي المفروض النقطه الكريتيكال. لو انا قللت قيمه الريزيستنس عن 63، ابدا اشوف الايه الاندر دامبت. خليت دي 10 مثلا، وجيت عملت ران. تعالى كده بقى، ايه شايف انت؟ تعالى كده زوم، هو ده الكلام، هو ده اللي انا منتظره فعليا.
ان انا كده شغال اندر دامبد في اسيليشن وبعد كده اوصل للستيدي ستيت، في اسيليشن وبعد كده اوصل للستيدي ستيت، ولو قللتها اكتر كل ما هتبان اكتر. تعالى حط 1 اوم زي ما انت شايف، يا سلام. ايه رأيك؟ ادي اوسيليشن وفي الاخر اوصل للستيدي ستيت. يبقى كده احنا في الحالة اللي هي ايه؟ اندر دامبت. لو رجعت دي 63 تاني هنبدأ نروح لمين؟ للكريتيكال دامبت. طب لو عليت بقى عن ال 63، لو احنا مثلا قلنا 200، يبقى انا كده هبدأ اروح لايه؟ للاوفر دامبت. يبقى تعالى شوف، فعلا اهي بدأ يبعد سنه. فانا عشان نبعد اكتر نخليها ايه؟ 5000. تعال نشوف كده لما نخلي 5000، بص شايف ايه اللي حصل؟ اوفر دامبت. واحد يقول دي كبيره قوي يا باشمهندس، خليها 1000. تعال نشوف كده، بدأ يكون ابروكسيمتلي كويس جدا، وده اوفر دامبت. يبقى احنا شفنا 3 كيسز. الكيس الاولانيه ان ار بتاعت الاندر لازم تكون ايه؟ اقل من ار كريتيكال، خلاص. وبعد كده عندك الار بتاعت الاوفر لازم تكون ايه؟ اكبر من ار كريتيكال. دول الثلاث حالات بتوعنا، ان انا عشان اشوف الكريتيكال واشوف الاندر واشوف الاوفر هبدا اغير في كل مره وابدا اشوف. وزي ما انت شايف عشان احنا حاطين الانبوت بتاعي بيتغير في البوزيتيف والنيجاتيف، فانا بشوف التشارجنج في بوزيتيف وبعد كده يبدا يتشارج، وبعد كده التشارجنج في النيجاتيف، وبعد كده ابدا اشوف. لو انا شلت ده وحطيت البولس جنريتور، وده اوبشن متاح بالنسبه لك ان انت تعمل ايه؟ هتروح للسورسز وتجيب الايه؟ تجيب البالس جنريتور. بقول لك على الكبيره بقى، انت ممكن تشيل الطرف ده وتجيب سويتش، اجيب سويتش بالشكل ده، واجيب السويتش بتاعي وابدا احطه ايه؟ اوريك بيتعمل ازاي. ندور عليه ندور عليه اهو، مانيوال سويتش. ابدا اقول له لو عاوز ده او ده دخله فين؟ على السيجنال. ونيجي في ده نحط 100، ونحط البالس 50%، ونحط التردد 20 ملي سكند اللي هو 50 هرتز. ولو ضغطت على ده دبل كليك هيبدا يروح للجنب بتاع البالس. طبعا ما انساش ان انا اخد شكل الويف واعمل ران تاني عشان نشوفها. فزي ما انت شايف بتشحن وبعد كده تفرغ، بتشحن وبعد كده تفرغ، بتشحن وبعد كده تفرغ، وهكذا. لو عاوز التاني هتضغط دبل كليك، بعد كده تفرغ، بتشحن في البوستيف وبعد كده تفرغ، وبعد كده تشحن في النيجاتيف وبعد كده تفرغ، وهكذا. كده احنا غطينا التلاتة مود، وعرفت ان انت في كل حالة ازاي ترسم الاوتبوت كيرف. اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو. اي حد استفاد ما ينساش يعمل لايك سبسكرايب شير الموضوع. اتمنى يكون الدنيا واضحة. اي حد عنده سؤال اي كومنت يتواصل معايا، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمة. اي حد عنده سؤال بقى في اي حاجة في الماتلاب يبعت لي، اعمل له فيديو وابعته له. وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.